السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اللي عند ياسمين للطبخ راح نوري لكم الطريقة الجيدة اللي نقوا بها الفلفل المشوي. جوزوا معايا نوري لكم الطريقة. عندي هنا فلفل حلو شويته ودرته في الساشي. هاوليك عندي الفلفل الحلو، هاوليك برد شوية، وعندي الحار. والله جربت عدة طرق اللي باش نقي بها الفلفل المشوي. هذا يجيني الحلو يجي نورمال، بصح كي يكون الفلفل حار بزاف ولا غير في اليد يحرق. جربت تاع الموس، نكرط هكا بالموس ولا نقشر بيدي ولا ندير له الطريقه هذيك تاع اللي ندير له كاع شويه زيت من فوق من بعد نشويه يجي كي شغل مقلي، ما فيش البنه هذيك تاع الشوا. بصح هكا الطريقه هذه اللي راح نوريها لكم، والله طريقه جيده. دوك تشوفوها معايا، هاوليك نحكم هكا الراس تاع الفلفل الحلو، ندور عليه هكا شويه البابيي طورشون، هكا نواسي هكا بالعقل ونسحب هكا للتحت، والقشره هذيك تجي مع البابيي هذاك. هاولي كيما راكم تشوفوا هكذا، هاولي كيفاش يجي نقي ما فيه والو، ها كل شيء تنحى. هاوليك نزيد واحده اخرى هكا، الطرشي تاعي كبير على هذه اللي البابي يشغل شويه. هاوليك جبدي هكا لتحت القشره تنحى بالخف. هاوليك يجي نقيش على هاوليك. دوك نزيدو معاه الفلفل الحار، هاك شوفوا كيفاش ساهل ماهل باش تنقي، ما تكرطي بالموس ما والو. هاوليك احسن طريقه اللي تنقي بها الفلفل المشوي. هاوليك والله طريقة هايلة. هاوليك تهنيك من الاخر من الفلفل الحار هذاك اللي يحرق في اليدين، يعني طريقة سهلة مهلة. والله نتمنى اني افدتكم بهذا الطريقة هذه اللي نقو بها الفلفل الحلو والحار. جربوا هذه الطريقه والله يعني سهله، نتمنى تجربوها ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.